بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راح نبدأ بفيديو رقم 4، العنوان Physical Controls. Section 2 System Controls and Information Security، رقابة الأنظمة وأمن المعلومات، تابع لـ Unit 14 of Part 1 CMA 2020. الفيديو زي ما قلنا رقم 4 Physical Controls، الرقابة أو الرقابات المادية الفيزيائية، الضوابط المادية الفيزيائية الحسية. Physical Controls، الضوابط الحسية، limit physical access، يعني شو الدخول الفيزيائي، الإنسان ما يدخلش، الموظف ما يدخل. access and environmental damage، والضرر البيئي كذلك الكنترول بمنعه، بمنع الدخول الحسي، دخول الإنسان للسيستم، للمكان، الأجهزة، مكان السوفتوير، وكذلك يمنع الضرر البيئي اللي هو الحرارة والرطوبة والأمور هاي. To computer equipment، لوين؟ للمعدات تبعت الأجهزة. And important documents، والملفات. إذا ممنوع الدخول لهذه المناطق إلا لصاحب الصلاحية. خلينا نشوف access controls، رقابة على الدخول. Access controls بمعنى الرقابة على الدخول تمنع prevent improper use، استخدام غير مناسب، or manipulation of data، أو التلاعب في البيانات، files ملفات البيانات، of data files التلاعب في ملفات البيانات أو البرامج تبعت الشركة. They ensure that، هذول الكنترولز تبع الاكسس يؤكدوا بانه only those person، فقط الاشخاص، لذلك سمى physical، اولئك الاشخاص with a bona fide، حسنين نية، موظفين رسميين عندهم صلاحيات وعندهم مسؤوليات، حسنين نية، purpose لهم اهداف حسنة النية، and authorization ولديهم صلاحيات، have access لوين؟ للequipments والفايلات والدوكيومنتيشن تبعت الشركة. No person except operators، ما حد يدخل ما عدا الاوبريتر. الاوبريتر هو المشغل، يستطيع ان يدخل لأنه هذا شغله الأوبريتر، مرت علينا بالفيديو السابق. كمبيوتر أوبريتر ريسبونسبيلتي هاندل مينتيننس، هم بعمل صيانة، أند أوبريشن تشغيل أوف كمبيوتر سيستمز، مش حنطول فيها. سيت كنترولز أند كمبيوترز أند أذر ديفايسز، بيرتب الأمور وبيحافظ على الأصول والأجهزة والبيانات وأماكن السوفت وير وكذا. ريسبوند أكوردنجلي وين إيرورز، ويتصرف عندما يحدث خطأ. And maintain records of job runs، يسمح ويحاول أن يعمل على أن السجلات تبعت الوظيفة، سواء وظيفته وظائف غيره، أنها تمشي صح. لأنه أي واحد حتى المبرمج يحتاج الأوبريتر، بقول له يا عمي الجهاز مش راضي يشتغل معي مثلا. بلاش ندخل بالموضوع كثير، وإنما بس مشان نفهم شو قصتنا هون مع الأوبريتر. إذا no person except operator، فقط الأوبريتر should be allowed unmonitored access، الأوبريتر بدخل لحاله، أي واحد ثاني بده يدخل معه حدا، ها unmonitored access يعني ما يقدر يدخل بدون ما يكون معه رقيب من قسم الكمبيوتر، ما حد يقدر يدخل على أجهزة، حتى لو كان موظف بشركة خارج نطاق عمله ممنوع يدخل، حتى المبرمج شفناه بالفيديو السابق ممنوع يدخل.
access to the processing facilities. شو يعني الفاسيلتيز؟ اللي هي المرافق، التشغيل، الأجهزة، الشبكات، السيرفرات. اوكي، this can be accomplished، هذا يمكن أن يكتمل through the use of guard disk. كيف بنا نحافظ على هذا الكنترول ونخليه فعال؟ بنستخدم مكتب حراسة، ممنوع الدخول، تفضل بقعد واحد ممنوع الدخول. أو طبعا يمكن بالإضافة إلى كيباد، لوحة مفاتيح رقمية. بمعنى شو؟ على الباب في أرقام سرية، بضرب الرقم وبفتح له الباب، باب أمني. كيباد أور ماجنتيك كارد ريدر، قارئ البطاقة الممغنطة. شو يعني؟ عنده بطاقة وبضرب على الآلة وخلص بفوت، عنده صلاحيات يفوت، ما عنده بطاقة ممغنطة. أوكي، إذا هذا كله تحت عنوان الفيزيكال كنترولز. طيب باسوردز اند اي دي نمبرز، كمان الكنترول ما بيتم إلا من خلال الباسورد، اللي هي شو؟ كلمة العبور أو المرور أو كلمة السر. اند اي دي نمبر سموها ايدنتيفيكيشن نمبر، رقم يعبر أو يمثل الشخص، يعني الشخص يعبر عنه برقم، بيكون عنده رقم معين بناء عليه بدخل، بعدين بدخل بالباسورد. The use of passwords اللي هي كلمات السر and identification numbers الأرقام التي تعبر عن الشخص، يعني الشخص بيكون حاطط رقم متفق مع على رقم معين يمثله. أوكي، for example a pin PIN used for an ATM. شو يعني ال PIN؟ هاي برضو كلمة عبور، كلمة سر، هاي نفسها PIN كلمة عبور، يعني رقم 1 2 3 4 5. used for an ATM، ال ATM تبعت الصرف، الآلة automatic teller machine اللي بيصرف عنها، بيصرف منها الفلوس تبعه، هو رقم الحساب بناء على كي. إذا في عنده رقم سري اللي هو ال PIN بالبنك معطياها. أوكي، is an effective control in، إذا هذا كنترول فعال في هكذا عمل، عمل إيش؟ عمليات التعامل مع الـ ATM مشان الصراف الآلي. in an online system to prevent، online system شو يعني؟ واصل مع البنك، مع يعني فورا بخصم، إذا أخذ فلوس بده يخصم الحساب، يخصم الفلوس من الحساب تبعه، أخذوها دقيقة بعد دقيقة يفوت على الحساب بلاقيه مخصوم، مخصوم الحساب الجاري تبعه. to prevent unauthorized access to files، لمنع ما أحد ما له صلاحية يفوت على الفايلات تبعت البنك، حسابات الجارية، وبالتالي يتم إيه؟ يتم التلاعب فيها. إذا unauthorized ممنوع. lists of unauthorized persons are maintained online. طبعا في قائمة ل سوري هون authorized persons، lists of authorized persons. إذا هنا authorized persons أصحاب الصلاحية، ناس معهم صلاحية، بيكون عليهم إلهم قائمة موجودة أسماء فيهم وأرقامهم وإلى آخر البن تبعهم. أوكي، يمكن هاي كمان تنطبق مش بس على الكاستمر، تنطبق على الشخص اللي بده يروح يغذي الـ ATM. إذا في أشخاص معينين بالبنك بروحوا يغذوا الـ ATM، الجهاز اللي هو التيلر تبع المشين، automated teller machine. اوكي، اذا هذول بكون فيهم ليستا، هم فقط اللي بصح لهم يدخلوا على authorize are maintained online، دائما بيقدروا يفوتوا. بليش؟ لانه عندهم، وبدها تتغير القائمة، بتتغير later on. to avoid an authorized access، لمنع الدخول الغير مسموح به والغير مرخص من قبل الادارة العليا، the entity may combine، الشركة تستطيع أن تجمع، مش واحدة لحالها، الثلاث مع بعض. Compile the entry of passwords or identification number، بتدخل الباسورد كلمة السر and أو الـ identification number اللي هو رقم متفق عليه، أنت 5 أرقام 6 أرقام 7 أرقام 9 أرقام حسب الشركة، كل واحد له شائع، كل شخص له رقم يمثله. اذا بده يدخل باسورد وايدنتيفيكيشن نمبر. كمان بري ارينج سيت اوف بيرسونال كويشنز، كمان ممكن مع هذول
مع هذول كمان بيسألك أسئلة معينة شخصية، يمكن حطيتها بالملف مشان أتأكد منك إنك أنت الشخص المعني ولا لا. إحنا مرات على جوجل بنفوت بنغلب، حتى نقدر نفوت على الحساب تبعنا، بجيب لك صور وبجيب لك كذا حتى يعتبرك إنك أنت شخص طبيعي، أنت الشخص نفسه الذي يحمل يحق له أن يدخل إلى ذلك الحساب. قصة، وكلنا بنعرف هذا الكلام. بري أرينج سيت أوف بيرسونال كويشنز، أسئلة شخصية حتى يتعرف عليك أكثر. And the use of badges، شو يعني؟ علامة مميزة، إشارة معينة، لون معين. Magnetic cards، بطاقة ممغنطة. هذه كلها أساليب بجمعها مع بعض حتى تقدر تفوت الموظف أو الشخص المعني. Optical scanned cards، شو يعني؟ بطاقات لها علاقة بصرية بالعين، بصرية. Or biometric attributes، أوصاف لها علاقة بالبيولوجيا تبعت الإنسان، يمكن الشكل، يمكن الشكل ضروري مرات، والشكل بيولوجيا مختلف عن شكل واحد ثاني، واللون والكذا إلى آخره. أوكي، هذه خلنا نسميها من طرق الإيه، الفيزيكال كنترولز. طيب، أربعة، ديفايس authorization table. شو يعني device authorization table؟ في قائمة هاي devices، مشان نفهم شو هي device، هاي جهاز كمبيوتر، جهاز ثاني شبه لابتوب، لابالتوب، جوال، أي شيء. إذا هذه عبارة عن أجهزة للاتصال وللدخول من خلالها. This control grants، هذا الكنترول يمنح access only to those physical devices that should logically need access، بسمح فقط لبعض الأجهزة اللي هي physical devices that should logically need access، بشكل منطقي إنها تدخل. طبعا نقدر نفهمها بعد ما نروح على المثال. شوفوا المثال. For example, because it is illogical for anyone to access the account receivable، يعني مش كل واحد بيقدر يفوت على حسابات الذمم المدينة لأنه هاي فلوس الشركة. For example, because it is illogical، غير منطقي كل واحد، for anyone، إنه يدخل على حسابات مين؟ الأكاونت ريسيفيبل فايل from a manufacturing terminal. شو يعني؟ المحطة التصنيع، منطقة التصنيع، المنطقة مش محاسبة، مش التيرمينال تبعت المحاسبة والمالية حتى نقول والله هذا بيشتغل بهالمجال هذا. يعني حتى لو المحاسب اللي له صلاحيات يدخل على حسابات الأستاذ ذمم المدينة، المدينة تبعت العملاء، ويروح يقعد في محطة التصنيع ويستخدم شخصيته والباسورد تبعه، مش حيدخله من هناك. أي لوجيك. طب انت شو مدخلك من المنطقة هاي؟ ما في مكان تدخل منه اللي هو المحاسبة. From manufacturing terminal the device authorization table will deny، شو يعني؟ الشاشة، الجهاز تبع الكمبيوتر الموجود في منطقة التصنيع سوف يرفض دخول الشخص، access، deny access even when a valid password is used، حتى لو معك باسورد صحيح ممنوع. هيك البرمجة، هيك الكنترول، هيك الديفايس authorization table. وين الديفايس؟ تسمح لناس معينين يدخلوا. فأنت بالمصنع في منطقة، مش منطقة المحاسب والمالية، إيش دخلك من هنا؟ أوكي، هذا هو لوجيك، منطق، منطق حلو رائع. إذا برجع أقرأ ما دام فهمنا بالطريقة هاي. أوكي، this control grants access only to those physical devices. إذا هذا يسمح للدخول من خلال أجهزة معينة بموقع معين بلوكيشن معين وهكذا، should logically need access. إذا الجهاز اللي موجود في منطقة التصنيع ما بيدخلش نهائيا على منطقة حسابات الأستاذ اللي هي حسابات الكاستمرز، الأكاونت ريسيفيبل. فهمناها؟ لأنه الجهاز موجود في المنطقة
اللي في قسم التصنيع، اجى واحد محاسب قال انا بدي ادخل على السيستم من هون، نقول له ما فيش تدخل، روح ادخل على المنطقه اللي هي تبعت المحاسبه. ها لوجيك ولا لا؟ اوكي، هذا هي فكره الديفايس اثورايزيشن تيبل. اذا في عندنا قائمه بما هي الاجهزه التي يسمح لها ولمستخدمها ولها هي كمان انها تدخل على البيانات الفلانيه مثلا. اي هوب انها واضحه. 5 سيستم اكسس لوج، شو يعني سجل؟ مين اللي دخل ومين اللي خرج؟ ومين اللي حاول يدخل؟ اكسس لوج، لوج سجل. This log records يسجل all uses كل الاستخدامات and attempted uses والمحاولات التي بذلت of the system لدخول السيستم. كل من حاول بيسجله. The date and time والوقت والتاريخ. Codes used ما هو الرقم اللي دخلت فيه أو حاول يدخل فيه. شفرة. Mode of access كيف كان وضعه أو وضع الدخول. Data involved ما هي البيانات التي يريد أن يتعامل معها دخل عليها. And interventions by operators are recorded وكيف قام الأوبريتر بالتدخل المناسب أو الغير مناسب. الأوبريتر عارفين الكمبيوتر أوبريتر بيقدر يدخل على كل مكان لأن الأجهزة هو مسؤول عنها. إذا interventions by operator are recorded، هذه من ناحية interventions التدخل من خلال الأوبريتر. حتى لو كان بده يحاول يقلد ويقوم بدور مدخل بيانات بده يسجل، كل شيء بيسجل حتى الأوبريتر اللي قاعد عند الأجهزة. إذا حاول أي محاولة بيسجلوها عليه الأجهزة، السوفت وير بتسجل عليه لوج اللي هو سجل. هذا كنترول رائع لما بيعرف كل واحد انه كل شيء مسجل وكل شيء مراقب ومين دخل ومين طلع واي ساعه واي وقت وشو رقم وشو كذا والباسورد. مشكله خلاص مش حيدخل حدا. انكريبشن، انكريبشن يعني تشفير، لابد من التشفير خاصه اذا نقلت بيانات من مكان الى مكان. تشفير يعني انكودينج، شو يعني التكويد؟ يعني انك انت تحول المعلومة الى رقم او الى كود الى شيفرة. Before encoding data before transmission نقلها over communication lines من خلال خطوط الاتصال. Makes it more difficult، اذا لما بتشفرها حتى لو شافة الطرف الاخر ما بيقدر يفكها ويفهمها. For someone with access to the transmission with access to the transmission to understand، شو يعني للتحويل؟ واحد اكتشف ان هناك معلومة تنقل فتحها شيفرة ما قدر يفكها. اذا هذا مهم بالكنترول. to understand or modify its contents، فات عليها وهي بتنتقل من مكان لمكان، شافة بده يلعب بيها بده يشوف يفهم شو القصة، لم يستطع فهمها لأنها مشفرة. يعني أكواد، يعني أرقام، يعني لغة معينة. Encryption اللي هي تشفير تكنولوجي converts data into a code. فالإنكريبشن يحول تكنولوجيا الإنكريبشن تحول البيانات إلى أكواد، والأكواد خلاص ما حد يقدر يفهمها. طبعا في عليها موضوع ما ادري بالشابتر هذا ولا 15 ولا 16. اوكي طيب ان اثورايز يوزرز مي ستيل بي ايبل تو اكسس ذا داتا بات. اليوزر اللي هو ان اثورايز ما عنده صلاحيات بيقدر يشوف البيانات لكنه بات without encryption key مفتاح للتشفير. يعني شو بده يعمل؟ لازم يعمل decryption يفكها، يفكها يعني بحولها للبيانات الأصلية. إذا without encryption key حتى تصير decryption will be unable، لن يستطيع to decode. decode عكس الكود، كود معناته ترميز،
ديكود معناه تفكر رمز the information، لا يستطيع أن يفك هذه البيانات وبالتالي يحولها إلى وضعها الطبيعي البيانات الأصلية. أوكي؟ إذن هذا ضروري بالكنترول encryption. call back، شو يعني call back؟ معناها call back، اتصل علي، أنا am calling you call me back. أوكي؟ هذه المعلومة this feature، هذه الصفة requires the remote user to call، المستخدم البعيد please call me back. أوكي؟ give identification، يجب أن يحدد شخصيته، ما يعرف عنه، hang up، يمسك الخط، يوقف ويستنى، and wait for، وينتظر الاتصال for a call to an authorized numbers. إذا شو معناته؟ بده يستنى حتى ال authorized number اللي هو يحكي، اللي هو الرقم اللي خلنا نسميه اللي هو لديه الصلاحية من خلاله أن يدخل في السيستم. خلنا نفهمها بشكل متكامل بعدين يمكن نرجع على السطر هذا. This control ensures، هذا الرقابة، هذه الرقابة يقول back acceptance of data only from authorized modem، إذا يقبل البيانات من إيه؟ من authorized modem، وكأنه بيأخذ البيانات وبعدين بقول إيه؟ بعمل شغلة معينة وبرجع call back. however a call forwarding device، شو يعني call forwarding device؟ خلينا بالأول نشوف المودم. المودم هذا هيو، من الشاشة هاي للمودم هذا وللمودم هذا وللشاشة هاي، وهيو two wires connection بين المودمز، اثنين مودم واحد ومودم اثنين مثلا، مش موضوعنا بس احنا حاولنا يعني نجيب هالرسمة هاي لنوضحها. في عندنا call forwarding device may thwart this control، شو يعني؟ هذا هو الكنترول اللي هو call back. شو معناته call forwarding؟ ال call forwarding معناها اتصل، بمعنى انه بيحول المكالمة اللي بتجيه لرقم ثاني. طيب لو مسكها صاحب هذا الرقم او اجت تحولت على تلفون ارضي او على كذا واجا مسك هذه المكالمة حيكتشف السر. اذا a call forwarding device may thwart، شو يعني thwart؟ مرات الديفايس بيكون حاطط عليها من حاله انه خلص لما بتيجي المكالمة حول على مكان ثاني، على 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 جهاز ثاني. may thwart، تحبط، تفشل this control اللي هو الكول باك by transferring access. شو يعني transferring access؟ انه عم بتحول المعلومة من المتصل به الرئيسي الى متصل به اخر، from an authorized اللي هو المتصل به الرئيسي اللي هو authorized to an authorized number، ومسكه واحد ومش صاحب صلاحية واكتشف السر. اوكي، هذه بتصير حتى بالحياه العاديه لما بتيجي مكالمه بقول لك call me back، معلش بتصل فيك بعد شوي، لانه هناك معلومه مهمه. اذا this feature requires the remote user to call، give identification and hang up and wait for a call to an authority to an هنا الان مش بمعنى ان بالرفض، لا، أن أثوراز يعني حرف علة، أن أثوراز نمبر، for a call to an authorized number. إذا معناته شو؟ بيجي المكالمة بقول له call me back، خلص استنى شوي يعني، بظل ماسك حتى إنه مثلا، طبعا أنا يعني متخيل الوضع بس مش قادر أعبر عنه، لكن هكذا هي الفكرة. واللي بيفسرها اللي هي ال call forwarding device. إذا ال call forwarding بتحول مكالمتك الرئيسية المهمة اللي جايتك من الرئيس أو المدير أو 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 إلى somebody else، والله مجرد حطيت حول على الرقم الثاني لأنك بدك تنام،
طب الثاني هذا بأخذ الرقم وبعدين عندك مشكلة، إذا هذه تحبط الكنترول. لذلك هنا كول باك، كول باك يعني مش وقته. حتى بالحياة الاجتماعية مرات somebody بتيجي مكالمة ما بقدرش يكلم فيها، بعدين بحكي معك، بعدين بحكي معك. إذا هذا كمان رقابة مهمة. طيب controlled disposal of documents، شو يعني disposal of documents؟ المستند بدك ترميه، ترميه وين؟ لازم تكون هاي مراقبة. One method of enforcing access restrictions، طريقة من عملية فرض قيود الأكسس للبيانات اللي بدك ترميها، is to destroy data، تمزع الورق، destroy data when they are no longer in use، بيانات خلص ما لها استخدام، او الفاتورة فيها خلل او كذا، مشان ما يتم اكتشاف المعلومات بتاعتنا بنمزعها. Thus paper documents may be shredded، شو يعني تمزق؟ الورقة يمكن تمزق. And magnetic media، وسيلة ايش؟ وسيلة نقل البيانات بالممغنطة، may be erased، تمسح. مع الكريدت كارد تبعنا ممغنط، اللي بنشيله مع البنوك وكذا ممغنط، شو معناته؟ يجب ان تمسح او may be erased. اذا هذا كل البيانات القديمة اللي استغنيت عنها، بليز امسحها، بليز مزعها، بليز احرقها، بليز اعمل شيء فيها. هاي control disposal of documents. طيب بايومتريك تكنولوجيز، تكنولوجيا بتشتغل على البايومتريك. البايومتريك معناه حيوي. شو يعني حيوي؟ إلى العلاقة بالبدن، بالبدن. These are automated methods، طرق تلقائية of establishing an individual identity، لإثبات شخصية الفرد، using psychological، أساليب سايكولوجية نفسية، or behavioral traits، أو صفات سلوكية، صفات نفسية أو صفات سلوكية. طبعا نقدرش نحكي فيها كثير الآن لأنه كل واحد بيجي عباله هالموضوع. These characteristics include fingerprints، هاي الدمغة، دمغة الإبهام، البصمة بسموها، ريتينا باترنز، شبكية العين، بصمة العين بسموها، هاند جيومتري، هندسة اليد، اليد كل واحد يده بتختلف عن الثاني، زي بصمة يد خلنا نقول، مش بصمة إصبع، فينجر، سيجنيتشر دايناميك، كيف بتوقع، سبيتش، كيف بيحكي الواحد، اند كي ستروك داينامكس، شو حركات اللي هي الكيبورد، كيف تضرب على عملية الضرب على الكبسات تبعت الكيبورد، هذه كلياتها حركات العلاقة بحيوية الإنسان وشخصيته وإلى آخره. كمان عليها كنترول. أوتوماتيك لوج أوف، شو يعني أوتوماتيك لوج أوف؟ اللوج أوف يعني فصل، انقطاع. أوتوماتيك يعني تلقائي. The disconnection of inactive data terminal، في عندك شاشة في مكان معين، صاحبها قام عنها، بطل يشتغل، بطل يتواصل مع السيرفر الرئيسي، المفروض انها من حالها تفصل، من حالها تفصل. inactive data terminals، terminal معناه شو؟ الشاشة اللي بتطلع عليها الشخص اللي قاعد على الشاشة. may prevent، اذا عملت فصل الشاشة او سكرت وبدأ باسورد جديد، واحنا بنعيش الاحداث هاي مع الاجهزه مع الكذا، بعمل باسورد جديد، يلا ادخل عاد كانك شاطر، بمسكوا واحد ثاني بيقدرش يدخل. may prevent viewing of sensitive data، يمنع رؤيه بيانات حساسه on an unattended work station. شو unattended؟ الwork station اللي فيها اجهزه ما فيهاش حدا يراقبها، ما فيش حدا يحرص عليها ويقعد عندها، ما فيش حدا بيشتغل عليها، يجي واحد يتلبد ويفوت وكذا، معناته اذا بتكون هي فاصله ما بيقدر يفوت عليها، بتكون فاصله disconnected or disconnection of inactive data.
تيرمينال، ما حد بيشتغل عليه، ما حد بحرصه، ما حد بيشتغل عليه، خلاص معناته تفصل. هذا كمان طريقه من طرق الكنترول. رائع، معلومات ممتازه. سكيورتي بيرسونال، بشر كمان بنستخدمهم في الرقابه. ان انتيتي مي هاير، الشركه ممكن تستاجر سكيورتي سبيشالستس، اخصائيين في الامن. فور اكزامبل، على سبيل المثال، ديفلوبينج ان انفورميشن سكيورتي بوليسي فور ذا انتيتي، بيطوروا نظام معلوماتي امني للشركه، بيفيد الشركه في الحفاظ على بياناتها، عندهم خبره، متخصصين. بي كومنتينج، commenting on security controls in a new application، بيفحصوا لك اي ابلكيشن تشتريه جديد وبعطوه ملاحظات انه هذا الكنترول تبعه كويس ولا لا. ملاحظات، commenting، تعليقات. نفترض اشترينا نظام كويك بوكس او اوراكل فاينانس او وات ايفر ابلكيشن از، بيقدر يفحصه ويعطيك معلومات انه والله في نقاط ضعف كذا وكذا وكذا، بيقدر يعطيك تعليق. هذولا اللي هم البيرسونال المستأجرهم. C monitoring and investigating unsuccessful access، ويقوم برقابة محاولات الدخول الغير ناجحة، حتى ما غير ناجحة، فأنت حاولت يا فلان يلي حاول تدخل وما قدرت تدخل، إذا عندك نية. أوكي، إذا monitoring and ويحققوا investigating unsuccessful access، دخول غير ناجح، attempts، محاولات الدخول الغير ناجحة. are appropriate duties، هي من واجباتهم of the information security officer، المسؤول تبع هذول الجماعة اللي هم security personnel. برضو ممتاز، رائع. C environmental controls، رقابة لها علاقة بالenvironment، الجو، البيئة، الجو، البيئة تبع الفيزيكال، لاحظوا تبع الفيزيكال، يعني الأجهزة، الأجهزة. أوكي، the processing facility should be equipped، شو يعني الأجهزة اللي بتشتغل بالشركة، أجهزة التشغيل، التشغيل تبعت الشركة، should we be equipped، يجب أن توضع فيها equipment with both cooling، تبريد، and heating، تسخين. بالصيف تعمل cooling وبالشتاء بتعمل heating system. to maintain a year around constant level of temperature، حرارة على مدى السنة ثابتة 20 درجة مثلا. and humidity، رطوبة برضو ثابتة. and fire suppression system، نظام ضد الحريق، اطفاء للحريق لو صار حريق، لانه الاجهزة هاي بالنسبة للشركة مشكلة انه لو احترقت هذه الاجهزة. اوكي، وكمان اكيد ضد الفيضان مثلا، المية والكذا. المهم هاي الامور كلياتها تكون ضمن الانفيرمنتال كنترولز. بنكون خلصنا اللي هي الفيزيكال كنترولز بهذا الفيديو اللي هو رقم 4، والمرة الجاية إن شاء الله بنبدأ باللوجيكال كنترولز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.